هذه أول مرة يا إنساني أنا زعلان. أنا يا إنساني باستمرار. أنا دائما أكلمه ويكلمني. أنا أحدثه دائما وهو لا يسمعني. أنا لدي مميزات إرسال واستقبال الرسائل. أنا كل لي رسائل وبشائر ووعود جميلة إن صاحبني، ومع ذلك يقاطعني. أنا تخرج مني ذبذبات ضارة على الجسم والعقل، والرغم من هذا لا يستغني عني. أنا طبيب الأرواح والنفوس والأجساد، ومع ذلك يستغني عني. أستأذنك، لقد عاد ليأخذني. ألم أقل لك أنه لا يستطيع الاستغناء عني؟